حياكم الله مشاهدينا مجددا، رجعنا لكم ومستكملين هذا الحوار. السلطنه وجهه سياحيه منفرده، يعني اعداد زائرين اكيد ازدياد مستمر. والشيء يعني اللي احنا فهمناه ان السياحه المستدامه مرتبطه ارتباط تام بالشق البيئي، واحنا ما شاء الله يعني عمان معروفه بتنوعها البيئي الكبير، مما يؤهلها انها تكون يعني كذي فيها مشاريع وبرامج وسياحه مستدامه. نعم صحيح. طبعا بالنسبه للسياحه البيئيه السلطنه يعني بتحديد وزاره السياحه بصدد تنفيذ عده مشاريع قادمه، وهذه المشاريع بعض المشاريع تم تنفيذها على ارض الواقع، وبعض المشاريع تم اسنادها لشركات استشاريه لتقديم تصوراتها، وكل هذه المشاريع فعلا بنيت على مفهوم السياحه المستدامه وبالتحديد السياحه البيئيه. نعم. ولعلي اتطرق الى انه في مشروع المرشد الآلي للمسارات الجيولوجية سابقا، هو من أفضل المشاريع السياحة البيئية وبالتحديد السياحة الجيولوجية، وهذا المشروع خضع على جائزة اليونسكو للمرتين 2011 و2012 و2013 و2014. جميل. أيضا الوزارة قامت بتنفيذ مشروع السياحة البيئية، وهذا المشروع متكامل وجاهز. جميل. مشروع تطوير قرية العليا أبو غادي بني خروس بولاية العوابي، والوزارة الحين في مناقشات مع المجتمع المحلي من أجل إدارة وتشغيل هذا المشروع بما يكفل لهم الاستفادة القصوى. مشروع وين؟ في مشروع قرية العليا. قرية العليا ولاية العوابي. إيش في هذا المشروع؟ مشروع هو مسار زراعي، منصات المشاهدة، جلسات. المشروع هدفه أيضا رفع مستوى الوعي البيئي للسائح. جميل. ممتاز. ومشروع بسيط، ومشروع أيضا بما يتناسب مع الهوية الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي، وليس فيه تكلف. ومشروع بديتوا فيه خلاص يعني؟ مشروع جاهز. مشروع جاهز، والحين فيه تنسيق معنا مع المجتمع المحلي، وبصدد أنهم توجه على أنهم يشكلوا شركة إدارة لإدارة هذا المشروع، مع العلم أن المشروع الحين حركة سياحية موجودة فيه والخدمات موجودة فيه يعني متوفرة. فكرة حتى نروح نصور يعني لبرنامج من عمان تقرير عن هذا الموقع السياحي الجميل. نعم. نعم. ثانيا أيضا الوزارة خلال الفترة القادمة أيضا راح تسند في فترة أقل من شهرين طبعا مشروع الخدمات الاستشارية لتطوير وادي بني خالد. وكما تعلمون طبعا وادي بني خالد وجهة سياحية متكاملة خاصة للسياحة الداخلية، وخاصة في فترة الأجازات والعطلات يعني. وإن شاء الله الوزارة راح تسند هذا المشروع خلال أقل من شهرين للشركة استشارية. أيضا نتطرق إلى جانب أيضا من أنماط السياحة البيئية، أنه الوزارة خلال الفترة القريبة جدا راح تطرح مناقصة الخدمات الاستشارية لتطوير سياحة المغامرات. جميل. وهذا المشروع سبق الوزارة نفذته في 2004. نعم. والحين عندنا مشروع صيانة كبير للمسارات الجيولوجية القديمة ومسارات المشي. كما تعلمون أن مجتمعنا أهالينا القدامى كانوا يعبرون من القرية للقرية عن طريق المشي رجلا على الأقدام يعني. صحيح. وهذه الحين مسارات قامت الوزارة بإحيائها. صحيح. وأصبحت مزارات، ف كثير من السياحة الخارجية فعلا تستهدف هذه المسارات. صحيح. والجدير بالذكر في هذا الموضوع أنه هناك أيضا في صحوة في السياحة الداخلية. نعم. أصبحوا ينتهجوا هذا النوع من الأنشطة يعني. صحيح. هذه بالنسبة للسياحة طبعا البيئية. وأيضا الوزارة خلال الفترة القادمة أيضا راح تطرح مشروع الخدمات الاستشارية لتطوير كهف الكتان بولاية عبري. وهذا الكهف طبعا تحفة طبيعية من الكريستال الطبيعي، وقامت الوزارة فعلا بجهود والحفاظ على هذا الكهف، وإن شاء الله خلال الأيام خلال الفترة القادمة الوزارة سوف تسند هذا المشروع كنمط من أنماط السياحة البيئية والسياحة الجيولوجية. جميل جميل. إذا يعني كذي تنتظرنا مشاريع ما شاء الله في كل أرجاء كبيرة. صحيح. نعم. بالضبط. جميل. طيب يعني أنا الآن يعني من خلال شرحك لهذه المشروعات خطر في بالي سؤال،
السائح عندما يأتي من أقصى من خارج عمان إلى 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 عمان لزيارة عمان تهمه هذه المجالات السياحية والبيئة والمناظر الطبيعية، لكن السائح العماني ترى هذه الأشياء يشوفها في قريته في كل مكان. نعم. فلما يريد يروح إلى هذه الأماكن يبحث عن خدمات متكاملة. صحيح. سلسلة مقاهي، حديقة مائية، يبحث. نعم. عن مشاريع أخرى. هل تضعون في بالكم أكثر من مجرد فقط تطوير هذا الموقع طبيعيا وسياحيا إلى خدمات أيضا؟ أخي راشد، طبعا عندما نشرع في إعداد الإطار المرجعي لمناقصة معينة أو مشروع معين، نأخذ في اعتبار مدى استفادة السياحة الداخلية بالدرجة الأولى من هذا المشروع، سواء كسائح أو كسواء كمشغل لهذا المشروع. الخدمات موجودة في بعض المشاريع، فعلا بدينا بها كمرحلة أولى بحيث أنها تخدم السياحة الداخلية، يعني كدورات مياه، كمقاهي، كمسارات، كلوائح إرشادية وتوعوية. ولكن أيضا الوزارة عندها المرحلة الثانية بحيث أن تكون هذا المشروع مشروع استراتيجي ووجهة سياحية متكاملة. فهذه يجي على مراحل، وأحسب أيضا أن الوزارة أيضا حريصة على استقراء حركة السياح في الموقع المعين. وعلى ضوها الوزارة أيضا تدرس إمكانية أنها تمضي في المرحلة الأولى أو أنها تستكفي في الوقت الحالي في هذا المشروع ويكون على طبيعته. جميل جدا. يعني مثل ما قال راشد، يعني وايد يهم سواء حتى والله السائح الخارجي لما يجي معنا ويزور هذه المناطق او هذه خلينا المواقع السياحيه، وايد يهم ان فعلا الخدمات تكون موجوده. احيانا تكون ولكن ليست بالشكل المطلوب، احيانا حتى من حيث الجوده، من حيث النظافه، من حيث كل شيء. فنتمنى فعلا ان مثل ما تتم تنميه هذه المواقع وايضا ابرازها سياحيا، تكون هذه الخدمات حتى يعني الحلو يكمل مثل ما يقولون، والزين يكمل. صحيح. وبالتالي من خلاله تقيسون المؤشرات، لأن الواحد حتى لو كان هذا الموقع السياحي باهر جدا. نعم. ولكن ما متوفرة في هذه الخدمات، أعتقد أنه ما راح. صحيح. أحد يعني راح يزوره مثل لما تكون في أو هذه أو كرر زيارته مرة أخرى. نعم. في هذا الجانب أختي عايدة، هناك حقيقة صحوة ومبادرة كثير من المجتمع المحلي. وفعلا تعرف أرجاء السلطنة من مسندم إلى محافظة الظفار، في هذا الجانب انه هذا المجتمع او الناس فعلا قدموا مبادرات الى وزاره السياحه. نعم. في توفير بعض الخدمات، وبعضهم كمؤسسات صغيره ومتوسطه فعلا يبادروا ويقوموا من ذاتهم بتوفير هذه الخدمه للسائح. في الجانب الاخر، الحين المواطن العماني اصبح مدرك تماما بقيمه السياحه وما لها فائده في تنميه الدخل بتاعه وتنمية المجتمع. ففي بعض المجتمعات أو في بعض العمانيين حقيقة بدوا يمارسوا أنشطة سياحية. يعني على سبيل المثال، في بعض البيوت أصبحت تستقبل أفواج سياحية خارجية لتناول وجبة معينة. هذا لأن في أحيانا في بعض المناطق السياحية ما يكون في فنادق أيضا. نعم. صحيح. لاستقبال. صحيح. هؤلاء السياح، وبالتالي أيضا هذه واحدة من التحديات. صحيح. اللي تواجه السياحة في عمان، ما عندنا وفرة في الفنادق، وإذا كان في موجودة الأسعار أيضا تقف. صحيح. حائل. مشكلة الإيواء مشكلة. نعم. جوهرية. بالنسبة للإيواء، الوزارة أعتقد بداية هذه السنة طرحت مشروعين. مشروع بيوت النزل الخضراء. جميل. وبيوت التراث. النزل الخضراء يسمح لصاحب المزرعة استغلال جزء منها كمرافق إيوائية. ففي اشتراطات موجودة، وفعلا في حركة في كثير من الطلبات المزارع، وفي تنسيق فعلا متواصل مع وزارة الزراعة ووزارة الإسكان في هذا الجانب. جميل. هذا جانب. في بيوت التراث، قاموا كثير من الناس اللي عندهم بيوت أثرية قديمة تاريخية، بعض قاموا بترميمها. لا. وفعلا استقبلوا فيها يعني. فأنا أقول لك في المرحلة الأولى قاموا يستقبلوا فيها، يوفروها كتوفر خدمة. نعم. المأكولات الشعبية. لكن أيضا هناك عندهم توجه أن هذه البيوت القديمة يوم من الأيام ستكون مرافق إيوائية بطبيعتها التراثية. جميل جدا. يعني كل الكلام الذي ذكرته كلام جميل، وكل هذه المشروعات التي استبشرنا من خلالها خيرا، لكن هذه المشروعات ألا تتعارض مع فكرة الاستراتيجية السياحية التي أعلنتم عنها منذ عام 2012
يعني ايش ما في تضارب؟ يعني هل هذيك مشروع اخر وهؤلاء وهذه مشاريع اخرى؟ طبعا مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للسياحه المزمع انتهائها ان شاء الله كمسودتها الاوليه خلال منتصف هذا العام. نعم. هذه المشاريع اللي تطرقنا عليها اولا مبنيه على اساس التنميه المستدامه. نعم. وهي لا تخرج اطلاقا عن نطاق ومحور التنميه المستدامه. نعم. فالاستراتيجيه السياحيه التي تطمح منها السلطنه مساهمه القطاع السياحي في الناتج المحلي مساهمه كبيره يشار اليها بالبنان بنيت على اساس التنميه المستدامه، فلا اتوقع ان هناك في تعارض، فالوزاره حريصه على تطبيق معايير التنميه المستدامه في برامجها، وايضا بالنسبه للشركه السياحيه الشركه الاستشاريه المكلفه باعداد الاستراتيجيه على علم وبينه بكل البرامج التي قامت بها الوزارة اليوم. تأكيدا يعني على هذا النهج وأيضا أن التنمية أو السياحة المستدامة من ضمن أولويات وزارة السياحة في خططها وبرامجها القادمة، انطلقت اليوم ورشة عمل حول تطبيق مؤشرات السياحة المستدامة. نعرف أكثر شوية عن هذه الورشة واللي أعتقد أنها الأولى في الشرق الأوسط، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. نعم نعم. بالنسبة لهذه الورشة تطبيق مؤشرات السياحة المستدامة هو عبارة عن تقييم ورصد الواقع البيئي والاجتماعي والاقتصادي للحيز الجغرافي المراد تطويره، وتقييم هذه الجوانب والقضايا. نعم. وعملية التقييم تعطيك قراءات ومؤشرات. جميل. هذه المؤشرات هي الكفيلة بوضع المنصة أو الأساس لعملية التخطيط والإدارة للمشروع المعين. هل هذا المشروع سيكون صغير؟ هل هذا المشروع سيكون متوسط؟ هل هذا المشروع سيكون استراتيجي أو استثماري؟ الورشة منظمة السياحة العالمية، طبعا هذه الورشة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية. نعم. هذه منهجية حديثة استفادت منها منظمة السياحة العالمية من النماذج التي تقدموا بها الباحثين والعلماء في علم الاقتصاد. جميل. وقامت منظمة السياحة العالمية بتجربتها على أرض الواقع ونجحت، عندها نماذج 7 في الصين. جميل. وعندها نموذج في اليونان. وها اليوم إن شاء الله السلطنة احتضنت هذه الفعالية. نعم. وأعتقد أنه نجاح منهجية التخطيط والإدارة للوجهة السياحية مبنية على طبيعة المؤشرات التي يتم الحصول عليها مسبقا. من خلال اليوم الأول واستعراض بعض المؤشرات، يعني كيف وجدتم يعني سياحتنا المستدامة؟ إيش أخبارها؟ حقيقة نحن اليوم رحنا زيارة ميدانية لموقع بندر الخيران. جميل. موقع بندر الخيران طبعا هو عبارة عن موقع ذو منظومة بيئية وثقافية واجتماعية. نعم. طبعا هذا الموقع فيه تحديات. تم التطرق إلى الجوانب الإيجابية والسلبية. تم التعرف عليها. غدا بإذن الله تعالى ستكون حلقات عمل علمية. ممتاز. لمناقشة هذه التحديات. هذه التحديات عادة تخضع لحلول. والله اللي يشوف هذه المناظر الخلابة اللي بندر الخيران يقول بعد فيه تحديات. هذا مسرح، هذا يعني مسرح سياحي مفتوح، يعني لا يحتاج إلى أي شيء. أخي راشد، كل مشروع طبعا الكمال لله، كل مشروع فيه تحديات بغض النظر، نحن لا نقول مشاكل، نقول تحديات وقادرين على التغلب عليها إن شاء الله. وهذا المشروع طبعا يعني هذه الورشة نحن معولين عليها أنه منظمة السياحة العالمية راح تقترح لنا أفكار. من أفكار في عملية في كيفية تطبيق استثمار هذه المواقع، وفي أيضا في كيفية تطبيق مؤشرات السياحة المستدامة. فعلى سبيل المثال هذا المشروع الحين، هذه الورشة الحضور مالها طبعا من القطاع الخاص ومن رواد الأعمال ومن طلبة السياحة بجامعة السلطان قابوس وكلية أعمال السياحة والجامعة الألمانية والكليات الأخرى. جميل. فالكل شريك في هذا الجانب. إن لم تكن وزارة السياحة تستفيد من هذه الورشة
فالجانب الآخر راح يستفيد إن شاء الله. فهناك في استفادة قصوى سواء من كل المشاركين. نحن نرجو للجميع أن يستفيد، لكن يعني باختصار ماذا تقول في تحويل شكل السياحة المستدامة إلى صناعة؟ ترى يعني السياحة لابد أن يعني تشكل نسبة قوية في الدخل القومي للسلطنة، فهل هذه المشاريع وهذه الورش وهذه الندوات وهذا الاستثمار سيحقق فعلا عائد حقيقي رقمي؟ كما تعلم أخي راشد أن السلطنة يعني حريصة على السياحة المنتقى. طيب. والسياحة المنتقى دائما حريصة على الاستثمار الجيد للموارد السياحية بكافة أشكالها. أنا أعتقد أنه السياحة المستدامة يعني مساهمتها طبعا في الناتج القومي يكون مستمر إن شاء الله وعلى المدى البعيد يعني. وفعلا السياحة المستدامة هي الأساس القوي إن شاء الله، هو الأساس القوي اللي يجعل من الناتج المحلي أكثر. يعني دول أخرى مقوماتها السياحية أقل منا ونسبة مساهمة السياحة في الناتج القومي يعني أكبر وأكبر. نحن حريصين يعني السلطنة حريصة على أن تكون هناك أيضا في استغلال حكيم محكم للموارد، ولا يكون هناك أيضا في بعض المشاريع على مستوى العالم. فعلا مثل ما تفضلت قامت هذه المشاريع فعلا باستثمار الموارد بشكل كامل، وهذا الاستثمار ساهم في تدهور الهوية البيئية والثقافية. صحيح. وفي النهاية أن المشروع سيكون طبعا مدته قصيرة جدا. فعندما نحن نتكلم عن السلطنة نحن حريصين يعني أنه في استثمار في أمثل للموارد. جميل. وفي هناك ديمومة يعني. جميل. نحن نشد على أيديكم، نرجو لكم كل التوفيق في تنمية مشاريعنا السياحية مع الحفاظ على هويتنا السياحية والتراثية. نشكرك على وجودك معنا، مدير دائرة التطوير المنتج السياحي بوزارة السياحة الأستاذ سعيد بن خلفان المشرفي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، نورتنا أستاذ سعيد. بارك الله.